شكا أهالي منطقة المرج في محافظة الكرك لمراسل رؤيا من كثرة الحوادث التي تقع على منعطف الطريق المحاذي لمنازلهم، حيث أصبح يشكل خطرا على حياة سكان المنطقة. وقال أحد الأهالي الذين يقطنون في المنطقة، قال إنهم خاطبوا الجهات المعنية أكثر من مرة من أجل إيجاد حل لهم، مؤكدا أنه بالرغم من النداءات المتكررة للجهات المعنية لمعالجة هذا المنعطف الخطير، لكنه لم يتخذ أي إجراء حتى الآن. وكان 3 من المواطنين من عائلة واحدة قد تعرضوا لإصابات خطيرة جراء تدهور حافلتهم في ضاحية المرج أمس، وتم نقلهم إلى مستشفى الكرك الحكومي. هاي الكهرباء يعني حد ما سكنت أنا، إذا ما في 20 تقرير عن الدفاع المدني، إذا مو أكثر حتى، من سكنت يوم بعد يوم، هذا كل أسبوع حادث، يعني امبارح حادث وأول امبارح حادث واليوم حادث، وقبل هيك خش على داري 3 سيارات شهر رمضان خش على داري كمان سيارتين، يعني أقسم بالله عايشين برعب مش عارفين شو نسوي. رحنا على المحافظ، رحنا على مدير الدفاع المدني، وصلنا لمدير الأشغال العامة، ولكن لا يعني ما في استجابة نهائيا. هذه المنطقة تعاني من تكرار الحوادث، ما في خدمات فيها، والناس عم بيعانوا يوميا، أطفالهم وعائلاتهم، والطريق غير آمن، وما في أي من عوامل الأمان، وما يمكن جانب أنه يحد من خلال الحوادث. في تكرار شكاوي، في هناك صعوبات دائمة، والموضوع مستمر إلى الحد اللي وصل فيه وفيات، وكل أسبوع تقريبا عندنا حادث في هذه المنطقة.